لجنه العفو الرئاسي عشان ابقى دقيق وواضح فيها. اولا انا قلت النيابه العامه، النيابه العامه لا تجزئ الافراج، لا يوجد حبس جماعي في القانون المصري. النيابه العامه حتى لو القضيه فيها 1000 متهم، وقد سبق في التاريخ المصري ان في قضايا بهذا الحجم كل متهم متهم في نفسه، وبالتالي انك تقول تجزئ. النيابه العامه لا تملك الافراج الجماعي، كل تصرف حول شخص بعينه وحاله بعينها. اثنين، ان النيابه العامه هي والمحكمه المختصه في الحبس الاحتياطي هما فقط الجهتان اللتان تملكان الحق دون غيرهما. وعشان كده احنا النهارده لما خاطبنا السيد رئيس الجمهوريه في الصلاحيه الدستوريه اللي يملكها واللي مارسها بالعفو الرئاسي عن المحكوم عليهم غير المحكوم عليهم، دول في يد النيابة العامة ذات الصلاحية الوحيدة والمطلقة، ولا يملك أي شخص أو أي جهة رسمية أو تنفيذية أو شبه رسمية أن تخاطب النيابة العامة وتطلب منها إفراجا عن أحد، لسبب بسيط، أنه لا صفة لها أمام النيابة العامة. اللي ذو صفة أمام النيابة العامة هو المتهم أو محاميه، غير كده هذا كلام ليس له أصل ولا أساس في القانون. وبالتالي احنا خاطبنا صاحب الاختصاص، شكرناه اولا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الورقات اللي تمت، وبنأمل ونتمنى ونناشده انه تستكمل اجراء القرارات العفو الرئاسي. النقطه الاخيره وفق الحوار الزمني، الحقيقه احنا مستعجلين اكثر منكم، بس مش عايزين الاستعجال يخلينا يعني ننسى او نتجاهل قضايا محدده.